اكتر شيء منتشر بين الناس بيعملوه في رجب هو ايه؟ هو الصيام، هو الصيام. عشان كده السؤال اللي هنطرحه دلوقتي، ما حكم الصيام في شهر رجب؟ ده سؤال مهم جدا، عشان الناس اللي بتستقبل رجب بالصيام في كل بلدنا في مصر او في سائر البلاد الإسلامية، سواء كانت عربية او إفريقية او آسيوية او أوروبية، بيصوموا في رجب كتير. السؤال هو ما حكم الصيام في شهر رجب؟ ليه بنقول السؤال ده؟ لأن من الناس من قال لا ينبغي الصيام في رجب، ومن الناس من قال إن الصيام في رجب سنة، وإن صيام يوم في رجب له من الأجر كذا وكذا وكذا من الحسنات. يبقى عندنا في ناس قالوا ممنوع الصيام في رجب، وعندنا ناس تانيين، فريق تاني قال لا، ده الصيام في رجب سنة ولا بد منه، وإنه في فضل وفي ثواب عظيم جدا، وأوردوا على ذلك أحاديث. يا ترى إحنا نصوم ولا ما نصومش؟ نعمل إيه؟ نحن مع الذين أنكروا، وأم أننا مع الذين أباحوا بل وبينوا فضل وثواب الصيام في رجب بالحسنات والعطايا المضاعفات، وأوردوا في ذلك أحاديث كثيرة؟ الجواب على هذا السؤال يقتضي أننا أولا نبحث هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح في صيام رجب؟ بلاش نقول كده، نقول بالتحديد في تخصيص رجب بالصيام. الجواب، نقرأ مع بعض ما قاله علماؤنا. هنلاقي عندنا حكى ابن السبكي، حكى ابن السبكي فذكر عن محمد ابن منصور السمعاني رحمه الله أنه قال لم يرد، أرجو أن ننتبه، لم يرد في صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة، والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم. إذن محمد ابن منصور السمعاني يقول إن كل الأحاديث الواردة في فضل الصيام في رجب على الخصوص لا يصح فيها شيء، وهي واهية ولا تخص هذه ولا تخص سنة ولا تخص عبادة الصيام في رجب بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول صاحب السيل الجرار لم يرد في رجب على الخصوص سنة صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة ضعفا خفيفا، بل جميع ما روي فيه على الخصوص إما موضوع مكذوب أو ضعيف ضعفا شديدا. يبقى بنؤكد الكلام أيضا أن هؤلاء العلماء ذكروا أنه لم يرد في فضل صيام رجب حديث واحد صحيح. يقول ابن رجب أيضا وأما الصيام فلم يصح في فضل رجب بخصوص شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا عن إيه؟ عن أصحابه. إذن هذه النقولات بنستدل بها على إن اعتقاد، أنا بنبه وبأكد وأرجو إن أنت تاخد كلمتي وتقولها زي ما أنا بقولها، اعتقاد اختصاص رجب بفضيلة الصيام دون غيره من الأشهر لا نعلم على ذلك دليلا. ولهذا قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه الحوادث والبدع، عفوا البدع والحوادث، يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه، لأنه إذا خصه المسلمون بالصوم من كل عام
حسب ما يفعله العوام، فإما أنه فرض كشهر رمضان، وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على باقي الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول إما أمر من ثلاث، إما أنه فرض وهذا لم يصح، وإما أنه سنة ثابتة وهذا لم يصح، وإما أنه فيه ثواب على غيره من الأشهر وهذا لم يصح. إذن هو يقول من أجل هذا يكره الصوم. واحد يقول لي يعني أفهم من كده أن أنت بتنهي عن الصيام، أنت بتقول لا ينبغي الصيام؟ أقول لا، إنما أقول من أراد أن، أنا بأكد هو عشان الكلام فيهم صح وأرجو أننا ننتبه، من أراد أن يصوم في رجب لا نمنعه ولا ننكر عليه، بل نقول له بارك الله فيك وصم. لو أرادت أمك أن تصوم قل لها صومي، وابنتك وأختك وزوجتك وأنت صم. لكن الذي ننبه عليه هو اعتقاد أن الصيام في رجب له ثواب دون غيره، أو أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة مخصوصة، هذا الذي نقول لا. يبقى أنا بفصل ما بين أمرين حتى لا نخلط بينهما. ما حدش يقول للي بيصوم في رجب ما تصومش. ليه؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صيام رجب، فيصبح الأمر على الأصل. ولذلك الإمام النووي قال إيه؟ قال النووي ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب بعينه، لم يثبت، ده كلام الإمام النووي، لم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب بعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه. حتى الحديث الوارد أظن عند أبي داود أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في رجب لا يصح. يبقى بالتالي لم يرد نهي ولم يرد ندب، لا هذا ولا ذاك صحيح. يبقى نبقى على الأصل. إيه هو الأصل؟ من أراد أن يصوم صام، من أراد أن يصوم صام. صوم يا ابن الحلال، صوم يا أمي، وصوم يا أختي، وصوم يا أخي، وصوم يا أبي، وصوم يا جاري، وصوم يا زميلي، صوموا لا بأس. أنا لا أمركم، إنما أبين لكم أن هذا مباح، لكن الذي أبينه اعتقاد أن هذا الصيام ثوابه أفضل من الصيام في غيره من الأشهر، أو أن ذلك مخصوص عن النبي، أقول لم يثبت هذا فيما نعلم وهو المنبه عليه فقط. أما ما عدا ذلك فالمسألة فيها أخذ ورد بين كثير من التابعين والسلف. يعني نجد في بعض السلف والتابعين كان يحب الصيام في رجب، وهذا ثبت عن كثير من التابعين، كما ثبت عكسه عن كثير من التابعين. فحاصل البحث، فحاصل الكلام حتى لا أثقل على الأذهان فيشكل الكلام على الأفهام، أقول خلاصة الكلام ده إيه؟ أنت هتقول لي كده، أرجوك يا شيخي ريحني، قل لي أعمل إيه؟ أصوم ولا ما أصومش؟ أقول لا بأس، من أراد الصوم صام، لكن دون اعتقاد ثواب مخصوص، دون اعتقاد مزية مخصوصة. وبهذا نكون قد أجبنا عن السؤال المشهور العظيم اللي دايما بيشغل أذهان الناس في رجب.